سؤال عيوني. شعورك ابراهيم يوم قالوا لك ارجع، عطني شعورك، حدثني عن شعور عبد الله في ذاك اللحظه. كنت متوقع انت مثل العروس او المعرس اذا جاء بليت عرسه، وشعورك كنت معرس؟ ايه وشعورك في ذاك اللحظه يوم قالوا لك ارجع؟ شعور معرس. انت قاعد تحمص بزيت ولا بدون زيت؟ زيت زيت. ها انا ماني شايف اي زيت. لا شوف قدر ناشف.